هل في اي ملامح لمساله ازاي هنقدر نشجع المنتج المحلي؟ ده نحن دائما نتحدث عن التصدير يا سياده المستشار، واحنا عاوزين نشجع التصدير والمصدرين والصادرات، بس انا الحقيقه يعني عندي وجمله دايما بقولها، انا عندي حاجات كتير جدا بنقول انها منتج محلي تم الصنع، ولكن هي تقريبا 60% من هذا المنتج هو وارد اجنبي مستورد. هنعمل ايه يعني ده؟ في الحقيقه النقطه اللي حضرتك ذكرتها هي نقطه هامه جدا، لانه يعني خلال الايام الماضيه وخلال نهايه الاسبوع الماضي دوله رئيس الوزراء عقد عده اجتماعات. فعلى سبيل المثال احد الاجتماعات الهامه اللي تم عقدها هو اجتماع تمهيدي لانعقاد المجلس الاعلى للتصدير برئاسه فخامه السيد رئيس الجمهوريه. خلال الاجتماع التمهيدي أشار دولة رئيس الوزراء إلى أهمية دعم المنتج المحلي وأهمية مراعاة زيادة أو تعميق عملية الصناعة المحلية من أجل دعم المنتج المحلي، وأكد كمان على ضرورة أننا يعني نعتمد على المنتج المحلي وندعم رفع مستوى جودته حتى يمكن تعميق الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد. فده جانب، ده جانب. في جانب آخر، اجتماع آخر عقد أمس بهدف نوع من الشراكة، إيجاد نوع من الشراكة ما بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء 11 منطقة حرة جديدة في المدن الجديدة. الغرض منه هو إنشاء أو التركيز على الصناعات التي تخدم التصدير بغرض زيادة تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة الواردات أو المتحصلات من العملة الأجنبية. فالدولة بتقوم بخطوات عديدة في هذا المجال، وإن شاء الله يعني هناك خطط موضوعة لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير للمزيد من تعميق الصناعة. يا مسهل يا رب، وبالتوفيق يا فندم، وإن شاء الله كل الاتفاقات اللي كنا بنتكلم عليها حتى في أول حلقة تبقى بإذن الله يعني يتم التوقيع النهائي عليها، ونفرح نشد على أيديكم. كل الشكر سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.